التأهيل الاجتماعي اللي شرف عليه صاحب الجلالة في 2014، وكاينين جوج ملاعب القرب اللي القيمة ديالهم 2 مليون درهم، واحد كاين هنا في دوار ولاد سليمان حي ميسان، وبالتالي هاد المشاريع اللي جاو داخلين في اطار السياسه اللي كتنتجها الجماعه والدوله من اجل البنيه التحتيه، ايجاد بنيه تحتيه وملاعب القرب الساكنه، وهاد الملعب عدد من الدوائر غتستافد من هاد الملعب. بالنسبه لهذا الملعب هو اضافه الى السياسه اللي جايه من الجماعه دولة صالح، عندنا تقريبا 11 ملعب القرب اللي كاين في الجماعه، اللي 6 ديجا كاينين اضافه لهاد الجوج، وكاين 4 في طور انجاز. حنا كنحاولوا نقربوا جميع المجمعات السكنيه، نحاولوا او الدوائر والمداشر يكون فيهم ملعب باش نسهلوا قرب من هاد الناس يستافدوا من هاد الخدمات لهاد الملاعب. اضافه للسياسه اللي نهجها المجلس والجانب الاجتماعي والرياضي، كاين عده مشاريع اللي كتقوم بها الجماعه لا تم القيام بها او سيتم انجازها قريبا، منها البنيه التحتيه وخصوصا المسالك والطرق، لان جميع الدواور تقريبا مرتبطين بالمسالك بالكودرون، وبالتالي كاينه سهوله ديال الولوج للدواور والماء والكهرباء اللي واصله 100%. وبالنسبه للماء بالربط الفردي كاين عندنا تقريبا واحد 95% في انتظار نوصلوا لهذاك 100%، لان باقي عندنا مساكن فرديه اللي غادي تكون. كاين عده مشاريع مهم للجامعه بغات ان شاء الله غيكون في القريب، منها مدينه رياضيه اللي غتكون في مشروع النصر، اللي غادي على مساحه ديالها 9 هكتار اللي غتكون شراكه بين القطاع الخاص والجامعه والوكاله الحضريه، اضافه الى قطاع الوصي وهو الشباب والرياضه اللي دابا تعرف بانه تقسموا على جوج. الحمد لله كاين مشاريع كبيره اللي ان شاء الله اللي غادي تعرفها الجامعه. اضافه الى قاعة مغطاه اللي سيتم التدشين ديالها اليوم في تجزئه الكوثر، القاعه الناصريه اللي كانت تفتقدها الجماعه، وكنا احسن قاعه مغطاه اللي الحمد لله اللي كاينه في 1 مليون درهم، وبالتالي راه كاين فريق ديال كره اليد اتحاد رياضي المواصل اللي كيستقبل فيه المقابلات الرسميه، وكيلعب ادوار طلائعيه هاد السنه ان شاء الله باغي يحقق القاب، بالاضافه الى فريق الاناث الاتحاد المواصل اللي كرس واحد النتائج الايجابيه على صعيد واحد 13 عام اللي حقق بها تقريبا 16 بطوله، وبالتالي حاز على جميع الالقاب اللي ممكن يحوز عليها يتوفر على اي فريق. وهاد القاعه ان شاء الله اللي غنتشنوها اليوم في هذه المناسبه اللي تاهي داخله في برنامج التاهيل الاجتماعي اللي كما سبق الاشاره ليهم، هما ملعب اولاد سليمان وملعب ميسان. إذن في الأول حنا محظوظين كفريق اتحاد رياضي النواصر بهذه القاعة الجميلة، اليوم كان الافتتاح ديالها بحضور عامل صاحب الجلالة. من هذا المنبر تنبغيو نشكروا رئيس الجماعة سي رفيق لأنه هو اللي وقف على هذه القاعة. كنا من قبل تنترينيو تنخسروا فلوس باش نمشيو للملاعب أخرى، دابا الحمد لله ولينا تنترينيو جميع الأوقات ديالنا. بالنسبة للفئات اللي عندنا براعين إناث وذكور، عندنا صغار وصغيرات، وعندنا فتيان الكبار، وكاينين الإناث الكبار. حنا شباب نواصر شغلنا بهذا الملعب تحل حيت ما كناش عندنا في اللعبو، تفتحت لينا فرص كثيرة باش نلعبو الهوند وداكشي، وكنشكر مدرب بوعلوة اللي حل لينا الملعب ورئيس الجماعة. لقيت اللعبو ما كانش عندنا تتيرين وبناو لينا هاد التيران ديال كرة اليد من الدم، كل شيء كاين الدوش كاين شحال من حاجة زوينة. نتمناو الكبار ديالنا والنساء وحنايا ان شاء الله نتشجعوا ونديو ان شاء الله البطولة تيران وما نوسخوش وما علينا نلعبوا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هو ملعب زوين وكان ماتش زوين بين الطرفين بجوج، ولعبنا مكان روح رياضية مكانت المضاربة لا والو. فين كنتو كتلعبو قبل؟ مكناش كاع كنلعبو تجاه التيران هذا، يعني كنلعبو هما في المدارس.